بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعتذر منكم عن الانقطاع، ذلك بسبب وعكة زكام الانفلونزا وأثرت بي بحيث أني لم أستطع أن أقوم بالتسجيل. أثرت بصحتي الحمد لله، وقد استفدت فائدة عظيمة مما حدث ومما حدث مؤخرا بشكل عام من بعد العملية الجراحية ثم الزكام الأخير. فائدة عظيمة جدا، إلا وهي أن نعمة الله علينا عظيمة جدا بالصحة، لكننا لم نكن نستشعر ذلك، بل نأخذها على أنها تحصيل حاصل. الآن اليوم الوقت الذي تماثلت فيه للشفاء، بدأت أشعر بنعمة الله علي الكبيرة، لأني للتو خرجت من هذه الوعكة. حينما يومان لا تستطيع النوم ثم بعد ذلك تنام ليلة كاملة قريب العين وتصبح لا تشعر بالآلام، هذه نعمة عظيمة يا أخوان، لا يمكن أن تشترى بمليارات الأموال. لا يوجد شخص يفضل مليارات الأموال على عذاب الأمراض، لأن هذا العذاب أو هذا الألم يسكن جسدك ويمنعك من النوم، يمنعك من مزاولة حياتك بشكل طبيعي، من تناول الأكل بشكل طبيعي، من الأنشطة، من مساعدة حتى أفراد أسرتك. فحينما يعطيك الله صحة فهو يعطيك شيء لا يقدر بالمليارات، أنت لا تستطيع أن تقوم لك، أن تقوم وتقوم لك قائمة من غير هذه الصحة. لا يمكن أبدا أن تتحرك حركة واحدة من غير هذه الطاقة التي يمدك الله بها. لا يمكن أن تشعر بهذا الشعور الحسن من القوة ومن النشاط ومن المزاج الرائق من غير أن الله سبحانه وتعالى يعطيك هذه الصحة التي تنام وتأكل وتتحرك بشكل سليم. حينما يعطيك الله هذه الصحة يجب أن تستغلها بالمفيد بكل فترة، بكل لحظة، بكل ثانية، بما يعود نفعه عليك في الدنيا والآخرة ونفعه على غيرك في سبيل الله. لأنك ستسأل يوم القيامة عن صحتك فيما أفنيتها، لأنها أعطية عظيمة جدا جدا، لا تبذرها وتبددها فقط بالتسكع مع أصدقائك والجلوس معهم من غير أي معنى، أو أنك أنت تبدأ يضيع عمرك وأنت تحاول أن تقنع نفسك بفعل مفيد وفعل ما قلت أن عليك فعله. تمسك الكتاب وتحاول أن تقنع نفسك أنك تقرأه وتقول أنا سأنتظر إلى أن يأتيني المزاج المناسب، أو أنك أنت تبددها بما هو أسوأ من ذلك بالفاب وبالعادة السرية وبالإباحية. صح الله سبحانه وتعالى أكرمك بها ثم تقوم بتبديدها على ماذا؟ على معصية. نعم معصية، لا يضحك عليكم أحد ويقول أنها حلال أو أنها مسألة خلافية. أنت تشاهد صور محرمة، انتهى الموضوع. والمعصية هل كانت صغيرة وكررتها وصورت عليها فتنتقل كبيرة، أما إذا كما يقول ابن القيم كان عندك تعلق كبير بالصور، ما يحدث الآن في العصر الحديث من إدمان، شخص لا يستطيع أن يتوقف، فهذا حتى أعظم من الزنا. لماذا؟ لأن الزنا
شخص يفعل قد يتوب، لكن هذه فيها تعلق تقديمها على الصلاة، تقديمها على بر الوالدين، تقديمها على نفع نفسك ونفع المسلمين ونفع الناس. فتعلقك وذلك لها وخضوعك يجعل منها قادحة في التوحيد، فتكون هي حتى أكبر من الكبائر. طبعا إن وضعناها في خانة أنها أنك تخضع لها وتدمن وتقدمها على كل شيء كما يحدث في كل إدمان، فهنا يكون أنت تعلقك بغير الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى هو الذي أعطاك الصحة، هو الذي يبقيك فيها، هو الذي عافاك في كل مرة، وهو الذي أعطاك الصحة أولا وآخرا وأتمها عليك، ثم أنت بعد ذلك تذهب إلى صور مومسات كافرات أيا كانوا، ثم بعد ذلك تخضع وتسلم الأمر لشهوتك، تعبد شهوتك، تسلم الأمر لهذه الشهوة وتعصي ربك، كونك تركت التعلق بالخالق، تعلقت بالمخلوق من ناحية العصيان، من ناحية تعلم أنها معصية وتستمر بها وتضرب كل شيء بعرض الحائط، تنسى أن الله سبحانه وتعالى طلب منك أن تستغل الصحة بشيء نافع، هذا الماء الذي وضعه الله في صلبك من أجل أنك أنت تخرج من صلبك أشخاص يوحد الله ورسوله، أشخاص تتزوج وتأتيك الذرية الصالحة، أما أنك أنت تقوم بتبديد صحتك، تقوم ب تقوم بنسيان شكر الله سبحانه وتعالى، بالغفلة، غفلة عن ذكر الله، بالغفلة عن استحضار أن ما بك من نعمة وأن هذه الصحة هي منه، فتقوم بالذهاب إلى صور ليست هي المقصودة من الحياة، من حياتك، شيء جانبي صغير جدا جدا. إن كان الجنس مع زوجتك يعتبر شيء جانبي في الحياة، شيء فرعي في الحياة، فما بالك بصورة مسطحة لامرأة لا تعرفها، فما قيمة هذا الشيء؟ إن كان هذا الشيء قد تعاقب عليه في الدنيا، قد تعاقب عليه في الآخرة، قد تسلب منك النعم، قد تسلب منك النعم. يعني في السابق كان قد تأتي مني النظرات في الخارج وما إلى ذلك، قد أنسى نفسي ناظرا إلى بنت هنا وهناك، لكن التنبيهات الإلهية تجعلك تنتبه إلى أن المعصية قد تستوجب عقوبة، قد يؤخرها الله عنك ليس حبا فيك، لكن لسبب أن أنت لا تستحق أن تنبه، قد يدخرها لك في الآخرة وقد يغفرها لك وقد لا، لكن إن أراد الله بخير عجل مصيبة عجل عقوبتها في الدنيا، لكن الإنسان يطلب العفو والعافية.
فالله سبحانه وتعالى أعطاك الصحة، أعطاك المال، أعطاك العلم، أعطاك الفهم، أعطاك حسن المظهر، أعطاك الكثير من النعم، الحرية لكي تبني بيت، لكي تؤسس أسرة نافعة صالحة، لكي تنفع نفسك وتنفع الناس. ثم بعد ذلك أنت تبعثرها بماذا؟ ترى بنت مرت بكعب وعارية إلى نصف الساق، إلى أقصد نصف النصف إلى ما فوق الكعب، ما فوق الكعب، ما فوق الركبة. ثم بعد ذلك يعني تتابعها في بنظرك ظنا بك أن هذا الشيء طبيعي، لا، أنه ليس بطبيعي ما تفعله، من لأن هذا الموضوع ليس موضوع نظرة. ما يحدث مع الناس الآن في العصر الحديث ليس الموضوع موضوع نظرة، لكن الموضوع موضوع فكرة. الفكرة التي في ذهنك وفي عقلك التي برمجها عليك العصر الحديث أن هذا هو شيء طبيعي، وأن أنت يعني من شيء طبيعي أنك إذا شفت أو رأيت ماء أنك يريدون منك أن تصبح خوفا، أن تصبح شخص يعبد الشهوة، وتضيع حياتك وتضيع طاقتك من غير أن تقدم أي نفع للأمة. الأشخاص الذين يسيطرون على العالم، الأشخاص المتنفذين، الأشخاص الذين هم في مناصب عليا وما إلى ذلك، يعلمون بأن لا ينبغي على الإنسان أن يضيع وقته وجهده في هذه الأمور، فيريدون أن الكل يكون مبنج، الكل مبنجون، يريدون أن الكل مخدر، الكل مبنج، الكل يلهو في شيء غير مواضيع السياسة، غير مواضيع الدين، غير مواضيع الفكر، غير مواضيع المشاركات، غير الكذا. فيريدونك أن تكون دائما مهووس بالأمور الجنسية، بالفيديوهات، بمتابعة البنات في الخارج، ولا هؤلاء راضين، لا البنات راضين، ولا الرجال راضين، ولا بالزواج راضين، ولا من غير الزواج راضين، لأن كلهم قاعد كلهم جالس كلهم على وضعية التفكير من ناحية جنسية، ما ناحية مادية، ناحية مالية، ناحية مظهرية، ناحية تفشخرية، ناحية تعالي، ناحية أنت تسعدني أو أنا أسعدك وإن لم يحدث ذلك فالموت لك وأنت الملام وما إلى ذلك. لا أحد يتعلق بالله، لا أحد يعني يطلب العلم النافع في سبيل الله وفي نفع خدمة المجتمع، وكل ذلك سببه أفكار خاطئة. ما هذه يعني الصورة، سواء أو يعني كانت معت في بنت في الخارج في الواقع أو صورة في الهاتف، ما قيمة هذا الشيء، ما قيمة هذا الشيء في جانب دقيقة، ما قيمة هذه الصورة أو هذه البنت التي تلاحقها في نظرك بعظمة الله سبحانه وتعالى وإنعامه عليك وتوليه لأمرك ليل نهار؟ سيقول البعض لا، هناك فرق. طبعا هناك فرق، هناك فرق بين النافع الضار، المعطي المانع، الذي بيده ملكوت كل شيء، والذي يرزقك ويقويك فلا حول ولا قوة إلا به، وقد منعك وحرم عليك النظر. وهذا الأمر يعني واضح كما في قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ذلك أزكى لهم، أطهر لقلبك.
عكس الطهارة النجاسة، حينما تنظر فيتنجس تتنجس نفسك من الداخل، لأنك تقدم المخلوق على الخالق، تقدم ما يعتبر شيء يعني مثل الطعام الأكل والشراب. لا نقول أن هذا الشيء يعني مستهجن، إن أو مثلا إن يعني الجنس أو مثلا الطرف الآخر الذي أنت تنظر إليه، يعني حتى نقول المؤمنات يغضضن من أبصارهن، يعني سواء يعني شكل الرجل شكل المرأة ليس هو المعاتب عليه، المعاتب هو أطلاق البصر ينجس قلبك من ناحية أنه يجعلك تفكر بتفكير غير سليم، تدخل على الناس بدخول تقدم فيه شهوتك مثل شهوة الطعام على النواحي المعنوية. تخيل ان انت مثلا ذاهب الى عزيمة فلان، او مثلا شخص دعاك الى طعام او مأدبة او وليمة، فانت كل تفكيرك فقط في الوليمة، فقط في نوعية الطعام، وليس في التقاء بفلان والتقاء باصدقائك والالتقاء بكذا. تخيل الشخص دائما هذا التفكير، دائما تفكيره حينما يعني يدعى الى وليمة فقط تفكيره بالطعام، يعني اي خسة تكون هذا الموضوع. فانت كذلك حينما تطلق البصر وتفكر فيه، تفكر بالشكل دائما، تدخل على الناس فقط تريد ان تقضي شهوتك، فقط امتعوني من النواحي هذه، من الناحية هذه التي تعرفونها، فقط امتعوني، لا تدخل على الناس من نواحي أدبية تربوية معنوية، لا تشتري الشخص الذي أمامك بسبب ما عنده من شخصية، بل يكون دخولك عليه ودخولك في حياته يعني أو في كذا فقط من ناحية شهوتك. لا يوجد مانع بأنك أنت تأكل طعام فلان، لا يوجد مانع بأنك أنت تستفيد من مال علان، لا يوجد مانع بأنك أنت تقضي وطرك في من زوجتك، لكن أن تطلق البصر سيكون تفكيرك محصور على هذه النواحي، سيجعل ذلك منك شخص وضيع، وستكتشف ذلك بوضوح حينما تغرق في هذا في قمع هذا في هذا القمقم، ما تغرق في متابعة أشكال النساء في الخارج، صورهن في الإنترنت، ستغرق، تصل إلى مكان أنت بنفسك ستشعر به بوضاعة الأمر، ستشعر به بسخافة هذا الشيء، فهنا يجب أن سيكون إدمان. قد يكون الموضوع يعني قد تجاوز مرحلة أنك أنت فقط تقرر أنك أنت تقلع وتقلع، قد يكون تحول الموضوع إلى إدمان، لكن هنا يجب أن تعيد برمجة نفسك. فما الذي ستقوله؟ ستقارن بين هذه الصورة وبين رضا الله سبحانه وتعالى. إن لم تعرف مدى أهمية وعظمة رضا الله سبحانه وتعالى، فيجب عليك أن تعرفه وتعرف أن الله سبحانه وتعالى فعلا أنه هو يعني
متصرف وسع كرسيه السماوات والأرض، لكنه أقرب إليك من حبل الوريد، فإنه هو المتكفل بأمورك والمتكفل بأمور كل المخلوقات بكل نفس وبكل لحظة ومكان وحين. وأنا بيده نفعك وضرك في الدنيا والآخرة. فهذه المعاني أخواني، يعني حينما يتدبر بها الإنسان تتضاءل ويشعر بأن هذا الموضوع لا يستحق حتى أن الإنسان يضيع فيه جزء من الثانية من حياته، ولا حتى ينظر نظرة خاطفة. لا يستحق الموضوع، لأن ما علاقة هذه المومس وصورتها برضا الله، بمدى عظمة الله ورضا الله الذي وسع ملكوته السماوات والأرض، والذي هو يتكفل برزقك وعطائك المال والصحة والعلم والدين وحباك الكثير من النعم وأجاب دعائك ونصرك. فحينما يقاوم سيرفض ثانية واحدة من هذه الأفكار، أفكار الصور الإباحية، سيرفض حتى أن تمر بذهنه صورة أو أنه يفكر بالرجوع لها. ختاما أريد أن أنوه، يعني عندما دخلت مجال السوشيال ميديا أو وسائل التواصل الاجتماعي، يعني كنت أتوقع أن المهاجمين لي أكثر من المؤيدين، لكن قلت في سبيل الله كل شيء يهون. وبعد ذلك حينما بدأت بقناة اليوتيوب توقعت أن المهاجمين أكثر من المستفيدين، لكني قلت أنه لابد من فضح هؤلاء الأشخاص الذين يروجون للعادة السرية ويهونون من شأنها، لا أحد يريد أن يتكلم عن الموضوع، والناس تموت بهدوء، وأجيال وآلاف يهلكون، وآخرين سيأتون ويهلكون. لا أحد يريد أن يتكلم بحجة الأحواج ولا حياء في الدين. فأنا تعافيت بحمد الله حينما دخلت على فيديوهات أجنبية تناقش الموضوع، توعي الناس وخصوصا الأشخاص التائبين. إحنا ما قالوا نحن مررنا بكذا كذا كذا، وأصابتنا الأعراض كذا كذا وكذا، أصابتنا السلبيات كذا كذا وكذا، وأتنا تنطبق علي 100%. وكان الشخص يتكلم عن لساني، كما أن الآن كثيرين يراسلوني يقولون أن أنت بالضبط ما تتحدث عن نمر به بالضبط. ثم بعد ذلك يقول هذا الشخص: رأيتم سوء ما مرت به وسوء إدماني، تعافيت منه. وأنا أدعوكم الآن إلى أن تتعافوا، وما سينتظركم إن تعافيتم كذا وكذا وكذا وكذا، ستغير حياتكم بكذا وكذا وكذا، وحتى تتركوا يجب أن تتحلوا بأفكار كذا وكذا وكذا، وأن تنظروا إلى الموضوع من ناحية كذا وكذا وكذا، وأن تقوموا بفعل كذا وكذا وكذا. هذه أحيت ناس من الموت، فتحت آذاناً
صمة وعيونا عمية وقلوبا غلفة. من ناحية هذا الموضوع، كم من ميت بالإدمان قد أحيوه، وبدلا من أوقدوا شموع بل شموس في حياة المدمنين. فلأن المدمن لا أحد يشعر به سوى هذا الذي يتكلم في هذه الفيديوهات، الذي يعايشه ليل نهار، لأن الإدمان يتم مسيطر على ذهن الإنسان، فينبغي أن تكون الجوعة مكثفة إليه من ناحية معلومات، من ناحية تحفيزات، من ناحية المتابعة. فهذا في سبيل الله سبحانه وتعالى. والحمد لله على عكس ما توقعت، القناة وجدت صدى طيب، والناس تدعو لي ليل نهار، أنام أجلس ألقى تعليقات على فيديوهات قديمة، ناس تدعو لي. فهذا شيء عظيم. لذلك أنا قلت لكم أن لا تثنون علي، لكن ادعوا لي، أنا أحوج إلى الدعاء من الثناء. فالحمد لله يعني تبين أن الناس كثيرين، أما من مثلا يسخر يضحك حاليا ويبكي أخيرا، حتى لو أنه يعني نقصد أن الذي يعني يضحك على التحذير من العادة السرية والإباحية، ولا يعلم أنه الآن يضحك. يعني أوكي، ضحك بعض المرات، يعني له وجهة نظر، نعم قد يكون بعض المواضيع نفس مواضيع الجسية هاي تضحك كثير، بعض تضحك البعض، زين لا شيء في ذلك. لكن يعلم بالنسبة للمدمن فأن الموضوع جدي، قد يكون هو مدمن وقد لا يكون مدمن. هناك أشخاص حينما تدينهم يغضبون، لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حينما أدان قريش بعبادتها أجعل الآلهة إلها واحدا، أن هذا الشيء عجاب، حينما يدينهم يغضبون. طبيعة الإنسان يعني كثير من الأشخاص أنك عندما تدينه، يعني هو مثلا شخص كذاب، تقول يا فلان لا تكذب، أنا لا أكذب، يا فلان لا تسوق، أنا لا أسوق. فإنسان الجاهل بطبيعته أنه يغضب أو أنه يتجنب ما يدينه، خصوصا إن كان يرى أنه هو لا يوجد مفار، يقول طالما أنا أعزب فلا يوجد مفار من العادة السرية. هذا شيء سخيف جدا، معنى هذا أنه يعني كل الأعزاب يعني مقضي عليهم ومحتم عليهم ممارستها إلى يتزوجون. هناك أشخاص لا يستطيعون يتزوجون الآن، هناك أشخاص ربما يتزوجون بعد 10 سنوات، هناك فتيات مدمنات عليها، فهل سيجلسون ينتظرون العمر كله ويمارسونها إلى أن يتم الزواج بهم؟ هناك أثار جانبية سلبية خطيرة، هناك معصية لرب العالمين، فهل يطلب الخير ويدفع الشر بمعصية الله كما يقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، حينما قال أن البعض يقول أنه حتى أتجنب الحرام فأنا أمارس العادة السرية، أضطر إلى ممارسة العادة السرية، فقال لا، يتجنب الحرام بالحرام، أنت لا تبتعد عن الشر بفعلك للشر، بل تبتعد عن الشر بفعلك للخير، تصوم، تغض بصرك، هذا إن لم تكن مدمنا، إن كنت مدمنا فينبغي أن تخضع لعلاج. لكن من السخف أنك تقول أن
الشخص والله من أعزب، فيجب أن يحطم نفسه بهذه العادة السيئة، ويأتيه اللي بوم انترنت اكشن و اي بي اي دي ديسفانكشنال بوم انترنت اكشن ديسفانكشنال، ياتي اختلال بسبب ادمانه على الاباحيه فقط لسبب ان الناس محرجون من التحدث عن هذا الموضوع، واجيال تهلك والحمد لله اشخاص يسلمون علي باليد يشكوني يقولون بعد الله سبحانه وتعالى وانت وجماعه واعي، والا لم نتخلص من هذا المستنقع. كل الحب لكم، كل التوفيق لكم، ممتن لكل من دعا وشكر، وأنا مؤمن بكم أكثر مما أنتم مؤمنون بي. وكلام هذا موجه لكل الناس وكل الطوائف، أقصد يعني من يريد أن يستفيد فليستفيد. فأتمنى أن تكونوا استمتعتم واستفدتم، وشكرا على كل من مقدما الشخص يقول سلامات، أقول له الله يسلمك. فإن شاء الله نلتقي في فيديو قادم. دمتم سالمين وفي أمان الله.